مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نعمل مع بعض هذا الجليتري ميك اب، فإذا كنتوا حابين تعرفوا كيف تعملوا هذا الميك اب خليكم عم بتابعوني. بس قبل بحب أذكركم إذا لسه ما اشتركتوا بقناتي إنه تكبسوا على زر الاشتراك وكمان تكبسوا على صورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بنزل الفيديو. يلا مع بعض نشوف الفيديو. للفاونديشن استخدمت هذا الفاونديشن من برجوا اسمه هيلثي ميكس، ولا الكونسيلر استخدمت هذا الكونسيلر كمان برجوا كمان اسمه هيلثي ميكس. هلا لحتى اثبت الفاونديشن والكونسيلر راح استخدم هذا الباليت من كات فون دي اسمها شيد اند لايت. راح اخذ هذا اللون وهذا اللون لحتى اثبت الكونسيلر والفاونديشن. من نفس الباليت راح استخدم هذا اللون للكونتور. هلا راح امشط الحواجب بهذه الماسكارا من بنفت اسمها جيمي براو الدرجة 3. البرايمر من ماك سوفت اوكر، راح استخدم هذا الباليت من ذا بالم اسمها ميت مات تريموني. راح اخذ هذا اللون لحتى اثبت البرايمر. راح اخذ هذا اللون كترانزيشن كلر. راح اخذ هذا اللون واوزعه على الكريز. هلا راح اخذ هذا اللون واغمق فيه الكريز. هلا راح نعمل له بلاند. هلا راح اعمل هايلايت هون وعند مدمع العين. هلا راح اخذ جليتر جلو من الف شوي على ايدي، راح اوزعه على الجفن المتحرك. الجليتر من ميك اب فور ايفر ورقم 12. اللاشز هيكونوا من كوكو لاشز بالستايل أمور. هلأ رح نعيد الخطوات اللي عملناها فوق للآي شادو. وهلأ رح نحدد الووتر لاين بقلم كحل أسود من دياغو دي لا بالما رقم 1. هلا بفلات براش راح نحاول نعمل له سمج. الماسكارا حتكون من لوريال مس هبي. البلاينر حيكون من دياغو دي لا بالما ورقمه 93. الليكويد ليبستيك رح يكون من دياغو دي لا بالما ورقمه 3. البلاش حيكون من سليك والدرجة لايف از ا بيتش. الهايلايتر حيكون من ناتاشا دينونا وهيك لونه. ولتثبيت الميك اب راح نستخدم هذا الاستيلودر سيت اند ريفرش. وبهيك بنكون خلصنا هذا الجليتري ميك اب. يا رب يكون عجبكم
واستفدتوا. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وكومنتس وتحكوا لي شو حابين تشوفوا فيديوهات جاي إن شاء الله بقناتي. كمان ما تنسوا تشتركوا بالقناة. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.